στον αέρα της Μεγάλης Χασκάτσας. اهلا وسهلا استاذ عبد الكريم الشعار، صباح الخير. صباح الخير. هاي الخشخشه مقصوده؟ ايه اول شيء، بس بعدين رح يصفى الصوت. طبعا. استاذ عبد الكريم شعار، الليله باحتفاليه مترو المدينه 20 سنه، انت اللي منك غريب ابدا على مترو المدينه، شو اهميه مشاركتك بهذا الحدث ومين عاطي اكثر، عفوا عن مسرح المدينه، مين عاطي اكثر، انت عاطي للحدث ولا الحدث عم بيعطيك؟ اثنين نعطي لبعض. ما في حدا بيعطي اكثر لحدا؟ انه لا والله مسرح المدينه بيعطي. متحضر لليلة؟ إن شاء الله إن شاء الله. شو راح تقدم لنا الليلة؟ عنا تقريبا 10 أغاني. نعم. يلي هن لسيد درويش ولا فيليمون ولا إلي أنا ولا داود حسني ولا ناظم في عراقي عاملين وقد حلبي صغير وعندك الشيخ إمام عندك سيد مكاوي ومقفول بالحج بأم كلثوم الحج. يعني لكل حدا منقى غنية غنية صح؟ أي. بالمبدأ إذا كلهم 10 أغاني. طيب أستاذ عبد الكريم، أنت معود بآخر فترة أنه الأمسية كلها تكون مبنية على غنية وحدة، هلأ اليوم رح تقدم 10. نعم. حاسس حالك هيك تعودت على النمط يلي قبل؟ لا بقى، بس يعني مترو المدينة غير مسرح المدينة، مختلف مختلف تماما، غير هلا نحن نضال بما انه 20 سنه ونحن وياها يعني مسافه، نحن وياها واشتغلنا نحن وياها ونضال، يعني ما فينا، هي نضال للمسرح وللفن وللثقافه، ف لا منوع لها شوي انا. كرمالها يعني. كرمالها وكرمال كرمالكم كمان. طيب سمي لنا الناس اللي حتحضر، سمي لنا شي غنية، يعني سميت لنا مثلا لفليمون وهبة، شو رأيك نعرف لفليمون وهبة شو منقي لنا؟ عندك فليمون، فليمون عامل بترحل على مشوار وعامل سنفر له على السنفريان. أحلى غنيتين. وفي عندي أنا عامل شي اسمه ضلع الحبيب يا ناس بيجنن، وعندك على خده يا ناس ميت وردة، وحنقول لما ناخو قبيل الصبح عيسهم من بعدها منفوت على قدك المياس، ومنقول مصر يما يا بحية. الله، يلا نقي لنا شي وحدة بدنا نسمعها. بلش السهرة من هلا. هلا وعندك ليلة امبارح ما جانيش يوم، وعندك الحب كذا، نقي. يا الله يلا، هلا بطلنا نحن نعرف ننقي، نقي لنا انت شي وحدة سمعنا اياها. نقيلك وحدة تقول ليلة امبارح ما جانيش نوم، ترررررم، واحنا لسه في اول يوم، ليلة امبارح ما جانيش نوم، ترررررم، واحنا لسه في اول يوم، قبل ما ترميني بحورك، قبل ما ترميني في بحورك، مش كنت تعلمني العوم، مش كنت تعلمني العوم، أنا كنت لوحدي وفي حالي، شفتك معرفش اللي جرالي، أنا كنت لوحدي وفي حالي، شفتك معرفش اللي جرالي، رحت البال راحت من بالي، قلت لها معنى قلبي سلامة، أنا
كنت وحدي وحالي شفتك معرفش ايه اللي ضرالي انا كنت وحدي وحالي شفتك معرفش اللي جرالي رحت البال راحت من بالي قلت لي مع الف سلامة وتحية قلت لي تعالي لما لما عليا لما لما والحيرة قلت لا تعالي تعالي لما لما عليا لما لما عمركم يوم الحب الله يا كفينا استاذ عبد الكريم قولي لي شو رمزية المشاركة بهالأعمال خاصة أنك منقل ليلى ريبرتوار كتير قوي لأهم الفنانين العظماء؟ أنه 20 سنة يعني وبنت الأشقر بنت أسد الأشقر عم تناضل بنت الأشقر إيه لأنه ليضل مسرح المدينة ولتضل يعني بالوضع اللي إحنا قاعدين فيه هذا حق زيركيننا فيه صعب كثير انك تكفي بالثقافه لانه الضجيج اللي حوالينا والبوم والهذا ما بيخليك تفكري بموسيقى. نحن عندنا يعني قدره نكون بعدنا مسلطنين على الفن والموسيقى ومثابرين لانه هذا الجميل وهذا اللي بيبقى وهيك لازم يكون اصلا. طيب بنت اسد الاشقر بنت اسد الاشقر شاركت باختيار الاغاني؟ هي حبت قالت لي يعني اعمل لي شيء شغله حلوه كثير كذا شو بدنا نسمي كونسرت؟ قالت لي ليك تعال نسميه شو اسمه فونوغراف. قلت لا حنسميه اسطوانات من غير خشخشه احلى. ايه هيدا احلى عن جد احلى مسلم عليا يعني بس هيدا احلى. اكيد تحيه لبيضال اللي هي يعني رائدة للمسرح اللبناني والعربي. وبتعرفي نضال ما فيها بتبدل حركة دائمة والمسرح ليضل عايش بده هيك مزبوط بده جهد كبير وبده فن وموسيقى وأدب وثقافة وعملت احتفالية يعني جميلة جدا وبده عبد الكريم الشعر كمان مثل ما بدك. طيب كنا عم نشوف فيلم موهبة قبل شوي بدنا نسمع شي لفيلم موهبة سنفر له عسل مش انه حيلا شي عم بقول لك الغنية طلب خاص من الرجية اصلا بطالبوا فيها هذا فيلم هون شغلي حبيب قلبي الله ايه عن جد لا 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 لي لو لي لا 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 شو ما قالك سنفريان طم شو ما جابلك سنفريان شو ما قالك سنفريان شو ما جابلك سنفريان سنفر له عالسنفريان سنفر له عالسنفريان سنفر 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 غمر 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 سنفر 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 يا سنفور يا سنفور سنفر له سنفر له عالسنفريان سنفر له عالسنفريان يسلم هالصوت يعطيك الف عافيه فاذا الليلة أي ساعة بتبلشوا؟ 9:30 10؟ على العشرة أنا على العشرة على العشرة طيب ومش على مشاريع قديمة مشاريع جديدة عندك شيء؟ لأنه بالرجي صرعوا الله تبع دينينا يعني مش هيك شو بدهم بالرجي؟ عم بتعيطوا بأغاني شو بدنا يلا قولوا شو بدهم شيء للسيد درويش سيد درويش خفيف الروح بتعاجب بتعاجب برمش العين والحاجب خفيف الروح غمز لي مرة بعيونه لقيت الحب مضمونه حرام
شئلو من الواجب خفيف الروح خفيف الروح بتعاجب بتعاجب برمش العين والحاجب خفيف الروح يا غمز لي مرة بعيونه لقيت الحب مضمون حرام إن كنت مخونه وعشقه من الواجب خفيف الروح سهرة معنا هلا اسم الله عليك عن جد كيف يعني عن جد الله يديمك بهالصوت وبهالقوة فظيع عن جد كيف قادر الصبح اي ساعة وعيد او مش نايم يعني انه حاضر عن جد برافو عليك عن جد نحن بنتمنى لك سهرة موفقة عقبال المئة سنة عن جد لمسرح المدينة بتمنى طول العمر لقله لأنه بيستاهل والست نضال ألف تحية لقلها يعطيها ألف عافية نعم منى بدنا نختم ايه بدنا نختم بس بدنا نسمع شيء لحضرتك لحضرتك حنسمعكم شغلة عاملينها حلوة كتير بتقول دلع الحبيب يا ناس بجني يضرب على عود يا مخوط بحني دلع الحبيب يا ناس بجني يضرب على عود يا صوت بحنين أتولي حب يا ماما الليلة أتولي حب يا ماما الليلة والله ما جاني لسوي شعري الله ما جاني لسوي شعري وبروح وياك على حكم الشرعي يكتب كتابه علي الليلة يكتب كتابه علي الليلة ودلع الحبيب يا ناس بجني يضرب على عود يا ناس صوته بحني هاتولي حب يا ماما الليلة وما منطرد جبلنا تراب لبنان أغلى من التعايش علي 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 لا 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 لي أهلا وسهلا شرفونا حبابينا قتلونا عيون السود يا ليل المحدود قتلونا عيون السود
تخطر على بالي أيام وسنين وليالي والفرحة تكبر يا ريس الفرحة تكبر يا ريس عظيم يا شرقية يا ريس عند البحرية يا ريس عظيم يا شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصلنا بلدنا يا ريس عند البحرية يا ريس عظيم يا شرقية يا ريس عند البحرية.